لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وأفضل، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثور بن موسى الضحاك البوري الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشرحها في الدارين، آمين. الباب 19 من الكتاب 39، كتاب الأدب، باب ما جاء في وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقيا. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الرجل على الأخرى مستلقيا، وورد النهي عن ذلك. فالجمع بينهما أنه إذا أمن ظهور العورة فلا بأس، يبقى النهي لمخافة ظهور العورة. يعني الواحد لما ينام يحط رجل على رجل كده وهو مش لابس ملابس داخلية، هتبان عورة. لكن لو وضع رجل على رجل وهو مددهم مش هتبان عورة، مش كده برضه؟ يبقى يجوز الواحد يوضع رجله على رجله كده وهو مدد رجليه ما فيهاش حاجة، لا شيء فيه. ليه؟ لأمن ظهور العورة. إنما يرفع رجله كده يتنيها ويحط رجل على رجل وهو مش لابس ملابس داخلية تظهر عورة، فاهم؟ يبقى إذا أمن ظهور العورة لا بأس، وإن لم يأمن ظهور العورة يبقى يكره، وإن تيقن من ظهور العورة يحرم. فهمت بقى إزاي؟ يبقى متى تحرم؟ إن كان متيقنا من ظهور عورة، لأن من سمات المسلم إن هو يحافظ على عورته لا يظهرها لأحد، دي من سمات المسلمين. إنما غير المسلمين ما عندهمش عورة، زي الحيوانات كده، يمشي زي الحيوانات، يمشوا عرايا، حيوانات دواب، ما عندهمش ما عندهمش شرع يؤدبهم، ولا وحي يعلمهم، ولا علم بالآخرة فيخشوا ربهم، وبالتالي ماشيين كالحيوانات، فربنا يهديهم. لكن ما نروحش احنا هنقلدهم، يعني عندنا احنا علم، وربنا كرمنا بالنبي، كرمنا بالأدب، نروح نقلدهم. الشيطان يريد ان ينزع عنك ثوبك حتى يعريك فتكون كالدواب، وربنا كرمك. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهم. يبقى الشيطان عايز ينزع عنك اللباس، وهناك يعملوا نوادي للعراء، ويعملوا شواطئ للعراء، ويعملوا مش عارف ايه للعراء. ايوه، ما عندهمش شرع، ما عندهمش فهم، ما عندهمش دين، ما عندهمش ايمان بالله ولا باليوم الاخر ولا بالحساب، لكن احنا عندنا كل ده، فما ينفعش احنا نمشي وراه، فاهم؟ باب ما جاء في وضع احدى الرجلين على الاخرى مستلقيا. باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للامام الترمذي في سنن الحديث 92 بعد 900 و2000، قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. يبقى وهو مددهم، يبقى كان النبي نايم في المسجد، لأن مسجد النبي كان يعتبر ساحة أمام بيته، فكان أحيان كثيرة يجلس أمامه فإنه داخل المسجد، لأن النبي كان إذا أراد أن يدخل بيوته يدخل تجويف المسجد، فكأن المسجد كان عبارة كأنه ساحة امتداد لبيوت النبي. فالنبي دخل عليه في وقت غير صلاة، فلقى النبي مستلقيا وواضعا إحدى قدميه على الأخرى كده ممدودتين مستريحا صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وعم عباد بن تميم هو عبد الله ابن زيد بن عاصم المازني. باب ما جاء في الكراهية في ذلك، يعني في النهي عن فعل هذا الأمر. قلنا يكره إن ظن أن العورة تظهر،
ويحرم إن تيقن أن العورة. طب حتى ولو كان خاليا في بيته، لو كان خاليا في بيته فالله أحق أن يستحيه. واضح؟ حتى أمام أولاده، حتى أمام أولاده، حتى يتعلموا الحياة. مش هما أولادي بقى ما يجرش حاجة، لا. أمال ليه ربنا عمل الإذن؟ مش قايل كده؟ ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، الإذن ليه؟ علشان إيه؟ ما تظهرش عورتك حتى أمام أولادك. باب ما جاء في الكراهية في ذلك. وعن أبي قال: حدثنا عبيد بن أسباط ابن محمد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا سليمان التيمي عن خداش عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استلقى أحدكم على ظهره فلا يضع إحدى رجلي على الأخرى. هذا حديث رواه غير واحد عن سليمان التيمي، ولا يعرف خداش هذا من هو، وقد روى له سليمان التيمي غير حديث. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. كل دي أشياء تؤدي إلى ظهور العورة. 3 حاجات النبي نهى عنها لأنها تؤدي إلى ظهور العورة. العلة واحدة في النهي. أول حاجة اشتمال الصماء، إن الواحد يبقى إيه، عاري، ويجيب ملاية زي ملاية السرير كده، يروح لافف نفسه بيها، يحطها من فوق كده عشان لو حب إيه يرفع إيده ولا يناول نفسه حاجة يروح حاططها من تحتها، يقوم إيه يمسح جبهته كده تظهر عورته. يبقى الصماء اللي هو الثوب الذي لا فتحة فيه لخروج اليد، ده الصماء. ليه؟ لأنك أنت لو أردت أن تخرج يدك لأي شيء هتلاقي نفسك ايه، رفعت الثوب فظهرت عورتك. فنهى النبي عن اشتمال الصماء. والحاجه الثانيه برضو الاحتباء في ثوب واحد، انك انت تبقى لابس ثوب واحد ومش لابس تحتيه اي طبقه اخرى، وبعدين تحتبي يعني ترفع ايه فخدك كده ملاصق لبطنك وتضم ايديك كده بيه وانت مش لابس الا ثوب واحد، تبان عورتك على طول، اللي ماشي يشوف عورتك. فاهم؟ طالما انت مش لابس الا ثوب واحد يبقى ما تحتبيش وانت لابس ثوب، لانه هذا يؤدي الى ظهور العوره ايضا. وبعدين الحاجه الثالثه، وان يرفع الرجل احدى رجلي على الاخرى ومستلق على ظهره، لان هذا يؤدي ايضا الى ظهور العوره. يبقى 3 اشياء نهى النبي، يعني معناها ان اي شيء يؤدي الى ظهور العوره مكروه شرعا، فان تيقنت اظهار العوره يحرم عليك ذلك. فهم؟ قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن. يكره ان الانسان ينام على بطنه كده وهو ايه متيقظ، يعني يكره ذلك لان دي نومة الشيطان. لكن افرض واحد نام وراح في النوم خالص وبعدين ايه اتقلب بقى على بطنه وهو نائم، فالنائم غير مكلف، سيبه ما تصحيهوش عشان يتعلم، حرام عليك سيبه نايم. فاهم؟ يبقى ايه لو الانسان ما يبتديش نومه كده، ما ينامش على بطنه، ما يبتديش، لان دي نومه ايه يعني ايه نومه الشيطان كما بين، يعني نومه الشيطان يعني نومه مكروه، لان الشيطان غاوي يعمل الحرام والمكروه، دي شغل الشيطان. فهمت ازاي؟ شغلته في ايه؟ تخصصه ايه؟ حرام ومكروه، دي شغل الشيطان. والمسلم والمؤمن تخصصه ايه؟ الواجب والمباح والمستحب. فهمت ازاي؟ عشان كده اعمال الانبياء كلها تدور بين الواجب والمباح والمستحب، اعمال الانبياء كده معصومين. فهمت ازاي؟ واحنا المفروض نتأسى به. لكن لو واحد نام وراح في النوم ولقيته بقى على بطنه، خلاص لا توقظه، لأنه رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. هو مش مكلف، خلاص سيبه. فهمت؟ باب ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن. وعن أبي قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الرحيم عن محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا مضطجعا على بطنه، فقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله. يبقى دل على أن هذا الرجل كان متيقظا، لأن النبي وجهها إليه خطاب،
ولا يوجه الخطاب إلا منتبه. فهم؟ وفي الباب عن تهفط وابن عمر قال أبو عيسى وروى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن أبي سلمة عن يعيش ابن طهفة عن أبيه ويقال تخفة تخفة والصحيح طهفة. وقال بعض الحفاظ الصحيح تخفة ويقال تغفة. يعيش هو من الصحابة. يبقى إيه؟ قالوا تخفة وطهفة وتغفة. اختلف في إيه؟ في الحرف اللي بعد الطاء، هل هو هاء ولا غين ولا خاء؟ وهو من الصحابة. باب ما جاء في حفظ العورة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار وعن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بهز بن حكيم. يعني لو هتستحمى أمام الناس لابد تبقى مغطي عورتك. فهمت بقى ازاي؟ لو تستحمى امام الناس، كان زمان في حاجه اسمها الحمام العمومي، ما كانش في حمامات داخل البيوت، فاللي عايز يستحمى يروح الحمام، ففي حمام رجالي وحمام نسائي، يخش يبقى ساعتها لازم يعتذر. امر النبي ان يعتذر الانسان في الحمام، يعني ايه؟ يغطي نصفه الاسفل. واخد بالك ازاي؟ يبقى لازم الانسان يغطي عورته، حتى لو بتغير هدومك وانت مثلا في معسكر في الجيش، ولا معسكر مع الشباب، ولا في رحلة مع الشباب، بتغير هدومك تروح لافف نصفك التحتاني بإزار وتغير هدومك وتلبس وانت مغطي نفسك أمام الناس. يعني لازم المسلم يحتاط مش يقول لك ما احنا رجالة قدام بعض، إيه يعني؟ زي ما بيعمل. لا مش كده. مش كده يا أستاذ. لا رجالة قدام بعض ولا ستات قدام بعض. ما ينفعش. المسلم يحفظ عورته. فاهم؟ من الأدب. باب ما جاء، يعني ساعات في كشف الجيش في الجندية يوقفوا العيال بلابيس كلهم طابير. جربتوا الحكاية دي؟ أنا ما رحتش الجيش الحمد لله، لكن هم حكوا لي الشباب. واللي ما يرضاش يعمل كده، إيه ده بتتكسف؟ أنت واحدة ست يا ولا؟ ويضرب. ما ينفعش كده، لازم نربي أولادنا على الحياة. مفيش مانع إن هو إيه؟ يلبس شورت، يقفوا بالشرطة. الوقت بقوا يقفوا بالشرطة الحمد لله. الوقت أخيرا بقوا يقفوا بالشرطة. لكن في مرحلة من المراحل في الستينيات أيام ما كانوا ماشيين مع الروس في السوفييت، وكان في شو نوبة إلحاد كده دخلت في مصر عند حتى بعض قوات الجيش. فكان يقول إيه يعني بلابيس بلابيس يعني كله يقلب. واخد بالك؟ الوقت الحمد لله بقى يعني بيقفوا بالشرطة. الحمد لله نعم. حبة حبة. واخد بالك؟ لكن مفيش ما لابد ان احنا ايه عندما نزاول نشاط حياتنا في النواحي المختلفه نراعي ايه؟ نراعي اداب ديننا. فهمت ازاي؟ وما ننسقش مع عادات الناس. يعني افرض انك انت رحت بلد من البلاد لقيت الناس بتعمل كده، ما تقولش ما انا اعمل فما خلاص ما انا مش هبقى ظاهر. لا يا عم، انت لازم تحتفظ على بشخصيه. لا تكن اماع، لا تكن اماع. يعني في امثله يقولوها المصريين غلط، يقول لك البلد اللي محدش يعرفك فيها امشي وسرح فيها. يعني بين عورتك يعني عشان الناس ما تعرفنيش. انا بعمل كده علشان حياء من الله مش حياء من الناس. انا بعمل كده حياء من الله مش حياء من الناس. لو بعمل حياء من الناس لو الناس ما تعرفنيش مش مشكله. لكن انا بعملها حياء من الله، يبقى سواء الناس تعرفني ما تعرفنيش المسلم كده حيي ستير. فهمت بقى؟ فلازم ناخد بالنا من الناس دي ونربي اولادنا على هذا المعنى. نربي أولادنا وبناتنا على هذه المعنى. لأن اللي بيتربى على المعنى ده صعب جدا يكشف عورته. فهمت ازاي؟ تلاقيه خلاص بقت فطرة عنده. تحاول تخليه يكشف عورته ما يرضاش. فهمت؟ لأنه اتربى على كده، بقت سجية فيه. والسجية دي على فكرة في التنشئة. بتطلع من التنشئة، فلازم تراعي إن أولادك تنشأهم على كده. باب ما جاء في حفظ العورة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك. حتى عند إتيان الزوجة يسن الواحد يبقى مغطي برضه بملاءك. شفت الأداب المسلمين حلو.
واخد بالك؟ لان الرسول ايه نهى عن ان يتجرد تجرد ايه العير الحيوانات، فهمت ازاي؟ فالواحد برضو يراعي مثل هذه الاداب اللطيفه. قال احفظ عورتك الا من زوجتك او مما ملكت يمينه. فقال الرجل يكون مع الرجل، الرجل بيبقى مع الرجل يعني قاعد معاه. قال ان استطعت الا يراها احد فافعل. قلت والرجل يكون خاليا، طب ولو انا قاعد فاضي لوحدي؟ قال فالله احق ان يستحي منه. شفت الصحابه حلوين ازاي بيسالوا النبي ازاي؟ يعلمونا جزاهم الله عنا خير. ده حكيم بن حزام اللي بيسال ده. حكيم بن حزام كان من ايه؟ من كبار القرشيين، وكان شريف في قومه. واخد بالك؟ واسلم من الطلقاء، اسلم بعد فتح مكه. هو اللي سأل النبي الأسئلة الحلوة. قال أبو عيسى، يعني كان العرب زمان قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الأدب ده، لما يروح السوق مثلا يشتري حاجة وبقى عايز يحطها على كتفه، يروح خالع ثوبه، ثوب المصغر بتاعه، ويحط البتاع القماش على كتفه، ويحط الحاجة يشيلها على كتفه، ويمشي بلبوس. جدعان يعني حضرتك. كانش عندهم حياء، لدرجه ان بعضهم كان يطوف البيت عريان. فهمت ازاي؟ النساء ورجال يطوفوا بالبيت عرايا. فهمت ازاي؟ الى هذه الدرجه. شوف النبي ازاي دخل في امه بهذه يعني السلوكيات العجيبه، ثم يخرج منها ايه الاولياء الكبار والصحابه الكبار. في 23 سنه. والله دي معجزه. والله معجزه ان النبي يعمل من العالم دي الحاجات اللي هم اصبحوا كالنجوم. صحابه النبي دول بقوا زي النجوم خلاص. يعني تقعد تقرا في سيرتهم كده كانك بتقرا في سيره انبياء. وهم مش انبياء. تحولوا ازاي؟ حولهم في 23 سنه. بعضهم يمكن ما قعدش مع النبي 23 سنه، ده بعضهم قعد مع النبي يمكن ساعه واحده، وبعضهم قعد مع النبي يومين، واللي قعد مع النبي شهر، واللي قعد مع النبي سنه. واللي شاف النبي بس بصه واحده ومشي في حجه الوداع. واللي جاله في عام الوفود سلم عليه وسمع منه كلمتين ورجع سافر تاني. كيف كان النبي يحول الناس بهذه السرعه؟ دي من الله بقى. شفت بقى؟ كان نظر النبي دي هو نظره الله. اول ما النبي يبص لواحد نظر الله اليه على طول من خلال عين النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ايه قال له ايه؟ وقولوا انظرنا واسمعوا. قولوا انظرنا واسمعوا. نظرة يا رسول الله، ربنا يجعلنا تحت نظر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما زال النبي بروحانيته يستشرف أمته وينظر إليه. فهمت؟ فالحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة المباركة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وجد بهز اسمه معاوية بن حيدة القشيري. خد بالك بقى، ده مش حكيم بن حزام. جد بهز ده اسمه معاوية بن حيدة القشيري، ده صحابي تاني. معاوية بن حيدة القشيري. وقد روى الجريري عن حكيم بن معاوية وهو والد بهز. باب ما جاء في الاتكاء. الاتكاء انك انت ايه تستند على شيء وانت جالس او انت نائم. واخد بالك ازاي؟ تجيب وسادة، تجيب خددية، تجيب مخدة. سموها خددية ليه؟ عشان بتحط خدك عليه. فهمت ازاي؟ سموها الخدادية لوضع الخد عليه. فاهم؟ والتكأة الوسادة يسموها تكأة ليه؟ عشان بتتكي عليه. فاهم؟ وعن أبي قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوفي قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم متكئا على وسادة على يساره. يبقى يجوز الاتكاء على اليسار او على ايه؟ على اليمين، ما فيهاش شيء. فاهم؟ وان الاتكاء ليس معناه الكبر، ولكن لا تاكل وانت متكئا. يكره ان تاكل او تشرب وانت متكئا. نهى النبي عن ايه؟ عن ان تاكل او تشرب متكئا، لان هذا حال اهل الكبر والغرور. لان لابد عند تلقي النعمه تاخذها بخضوع. ولا شك ان الطعام والشراب من النعم الجليله. فلا تأكل وأنت مضطجعا ولا متكئا. والنبي كان يأكل يعني على الأرض ويجلس جلسة التشهد ويقول آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة ولم يذكر على يسار. وعن أبي قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. هذا حديث صحيح. باب. وعن أبي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم الرجل في سلطانه لا يؤم الرجل في سلطانه. لا يؤم يعني لما تروح لواحد في بيته وهتصلي معاه جماعة هو اللي يبقى إمام لأن ده بيته أو في مكتبه أو في محله فاهم؟ إلا إذا أذن لك. لو أذن لك خلاص، لكن لم يأذن لك خلاص أنت تقف موضع المأموم على طول فاهم؟ يبقى لا يؤم الرجل في سلطانه يعني في ملكه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه. يبقى الإيه لابد من الإذن. التكرمة اللي هي الفراش الخاص بيه، يعني كل واحد في بيته كده ليه الكرسي بتاعه القعدة بتاعته، يبقى ما تخشش انت تقعد على القعدة الخاصة بصاحب المكان إلا بإذن صاحب المكان. فهمت إزاي؟ يبقى ولا يجلس على تكرمته في بيته. تكرمته في بيته يعني فراشه الخاص أو إيه مجلسه الخاص. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن الرجل أحق بصدر دابته. لو هتركب الدابة مع واحد صاحب الدابة، كانوا زمان إيه ساعات يردفوا بعضهم البعض، يعني يركبوا اتنين على دابة واحدة، يبقى مين اللي يركب قدام؟ صاحب الدابة. الأدب يبقى إيه صاحب الدابة أحق بصدر دابته، فلو هتركب تركب وراه على طول. فهمت ازاي؟ دي اداب. الا ان ياذن لك بقى، اذا اذن لك خلاص. فهمت بقى؟ لكن لو لم ياذن او هو قال لك اركب تروح راكب وراه على طول، مش قال لك اركب تروح جاي قدامه. فهمت ازاي؟ لما يقول لك اركب تروح راكب وراه على طول، لكن لو قال لك تعالى اركب قدامي انت خلاص بقى يبقى هو اللي اذن. فهمت؟ باب ما جاء أن الرجل أحق بصدر دابته. وعنه به قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمشي إذ جاءه رجل ومعه حمار فقال يا رسول الله اركب وتأخر الرجل. يعني النبي كان ماشي وراجل كان ماشي ايه مع حمار، فلقى النبي ايه ماشي فقال له اركب يا رسول الله، هي عايز يوصله يعني. وتاخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انت احق بصدر دبته الا ان تجعله لي، يعني استاذنه. قال قد جعلته لك. قال فركب. وده يدلك على كمال تواضع النبي وكمال حب الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم هو يعلم إن هو يعني الرجل يفرح إن النبي يركب في صدر دابته، لأن النبي يريد أن يبين الأحكام، مش يستغل بقى موقعه في قلوب أمته يوم إيه يركب وخلاص، لا بيبين الأحكام صلى الله عليه وسلم، خير من بين وعلم صلى الله عليه وسلم. مع إن أي واحد طبعا يتمنى النبي يركب الدابة ويسيبها له خالص كمان، فهمت إزاي؟ يتمنى ذلك، لكن النبي مأمور أيضا أن يبين الأحكام صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي. قال قد جعلته لك. قال فركب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وفي الباب عن قيس بن سعد بن عبادة. باب ما جاء في الرخصة في اتخاذ الأنماط. الأنماط اللي هي المفارش، أي مفرش تحطه على الترابيزة على السرير على الفراش على الأرض وتجلس عليه يسموه إيه؟ نمط. اللي كان زمان يقول لك قطيفة، حتة قطيفة، يجيب حتة قطيفة كده يفرشها يقعد عليه، أو يفرشها على السرج يركب عليها الفرس، أو يفرشها على البردعة ويركب الحمار، أو يفرشها على ظهر الجمل في الرحل ويركب،
كل دي اسمها انماط. فهمت بقى ازاي؟ او يفرش على سريره اللي ينام عليه، او يفرش على المنضده اللي هو حاططها في الترابيزه بتاعته. كل المفارش دي بقى اسمها ايه؟ انماط. انت مش بتلاقي ساعات محل يقول لك محل مفروشات؟ ممكن نشيل مفروشات ونكتب محله انماط باللغه الفصحى بتاعتها. فهمت بقى ازاي؟ يبقى كل ما هي بتفرش يسموه كوفرتيات، جاي من كفر، كفر يعني خطا. واخد بالك ازاي؟ هي دي الانماط. فهمت؟ باب ما جاء في الرخصة في اتخاذ الأنماط. وعنه به قال: لأن النمط زيادة عن الحاجة. النمط ده مطلق زينة. فالنبي رخص فيما زاد عن الحاجة. يعني رحمة بالأم، يتزين ويجرش حاجة. مش شرط تبقى الحاجة على قد الضرورة، لا، ممكن ضرورة والحاجة والزينة. واخد بالك؟ وعن ابي قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لكم انماط؟ قلت: وان تكون لنا انماط. بيقول الصحابه هم فقراء معدمين، الواحد منهم كان ينام على على التراب على طول، فاهم؟ ما عندوش حاجه يفرش. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه؟ هل لكم انماط؟ قلت: وأن تكون لنا أنماط. إحنا لاقيين نلبس أصلا لما هنفرش على الأرض. وأن تكون لنا أنماط. قال: أما إنها ستكون لكم أنماط. وده اللي حصل فعلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتشار الفتوحات وكثرة الأموال. الصحابة ما عايشين في قصور وعندهم من الخدم المئات. كل ده حصل زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما إنها ستكون لكم أنماط. قال: فأنا أقول لامرأتي: أخري عني أنماطك. فتقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم أنماط؟ لما ربنا وسع عليه بقى الصحابة، بقى في البيت بتاعه عنده مفارش كتير، أما يدخل إلى امرأته حتى يقول: لا، أخري عني أنماطك. تقوم تقول له: ومش الرسول قالك ستكون لكم انماط؟ خلاص اقعد في انماط خلاص. يعني استدلت من قول النبي اباحتها، وهو فاهمه من النبي ايه؟ الزهد فيها. يبقى كل واحد بيفهم، يبقى النص واحد ويفهم بطرق متعدده. النص واحد ويفهم بطرق متعدده. هو فهم الصحابي ان الانماط دي هتكون ليهم بعد وفاه النبي، ولا شك ان هم وهم مع النبي حالهم اعلى. يبقى وجود الانماط بحال ادنى. فهمها كده الصحابه، وده عنده حق. هم مع النبي ما عندهمش انماط، وحالهم مع النبي اقوى حال لهم. وبعدين بعد ما وفاه النبي بقى عندهم انماط، حالهم يبقى ادنى. يبقى الانماط حال الادنى من عدم وجود الانماط. فهمت الصحابي فهمها ازاي؟ والمراه فهمتها انها على الاباحه. يبقى هو اتكلم على الافضل والثانيه بتتكلم على الاباحه. فهمت بقى ازاي؟ وجهات نظر لطيفة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في ركوب ثلاثة على دابة. إذا كانت الدابة مطيقة، الدابة مطيقة إنها يركب عليها ثلاثة خلاص. لكن لو ثلاثة رجالة كبار كده يركبوا على دابة يفطسوا، حرام. إنما افرض راجل يركب ومعاه ابن اتنين من ولاده صغيرين مركبهم معاه، ماشي ماشي، الدابة تطيق. فاهم؟ لكن لما يبقى عدد، نهى النبي عن يعني ان 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 يكلفوا الدواب فوق طاقته. باب ما جاء في ركوب ثلاثة على دابة. وعن ابي قال: حدثنا عباس العنبري ابن عبد العظيم قال: حدثنا النضر بن محمد هو الجرشي اليمامي قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن اياس بن سلمة عن ابيه قال: لقد قدت نبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين على بغلته الشهباء حتى أدخلته حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه. يبقى فعل النبي في حد ذاته تشريع. فهمت بقى ازاي؟ يعني الصحابة كان أطفال الصحابة وأولادهم كانوا ما يكونوا عارفين إن هم جايين من سفر يروحوا يقابلوهم على مشارف المدينة، زي إحنا كده ما يروح أولادنا يقابلونا في المطار واحنا جايين.
كذلك اولاد الصحابه كانوا لما يعرفوا ان الايه ان النبي جاي والصحابه جايين من غزوه او من سفر يخرجوا يقابلوهم على ايه مشارف المدينه. فسيدنا الحسن وسيدنا الحسين خارجين يقابلوا نبينا جاي من سفر، واخد بالك؟ فالنبي اول ما شافهم خد الحسن قدامه والحسين وراه او العكس، وخدهم على ايه على الناقه بتاعته وسقها هذا الصحابي الجليل لحد ما وصلهم الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ هو بيوصف لك الحاله اللي كانوا عليها يعني. قال لقد قدت نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني قدت ايه بغلته يعني، والحسن والحسين على بغلته الشهباء حتى ادخلته حجره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه. وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن جعفر قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في نظرة المفاجأة، يعني الإنسان لو نظر نظرة مفاجئة لا إثم عليه حتى لو رأى فيها عورة، لكن إمتى بقى تبقى حرام؟ إنه يتبع النظرة أو يطيل النظرة. إذا أطلت النظرة أو أتبعت النظرة يبقى هنا الحرام، لكن نظرة المفاجأة ما فيهاش إيه شيء عليه. لكن في نفس الوقت لا تنظر في البيوت المفتوحه وتقول لي دي نظره مفاجاه. فهمت ازاي؟ اما تلاقي باب مفتوح ما تنظرش بقى وتقول دي مفاجاه. المفاجاه انك انت تفاجئ بشيء. يعني سمعت صرخه فانتظرت ناحيه الصرخه لقيت امراه عاريه وقدامها تعبان هيقرصها. تقوم تقول لها لا 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 يا عريانه سيب التعبان يقرصها. روح انقذها. فهمت؟ مش يقول لها عريانة بقى لا 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 هسيب التعبان يقرص. ما ينفعش يا سيدي. نظرة ايه؟ اللي المستغيث اللي بتغيثه ونظرة الطبيب ونظرة الفجاءة دي كلها نظرات لا اسم فيها. فهمت ازاي؟ علشان انت بتنقذ انسان. وعن ابي قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. يبقى إيه نظرة الفجأة؟ يعني إيه؟ مجرد أنك أنت نظرت فاطلعت على عورة فعليك أن تصرف بصرك على الله. طب وما حدث؟ خلاص ده معفو عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو زرعة بن عمر واسمه هرم. وعن أبي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي ربيعة عن ابن بريدة عن أبيه رفعه قال يا علي لا تتبع نظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث شريك. ونقف على باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا تستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم.